فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. كذلك من عمل الصحابة ما فعله أبو بكر، ولعل هذا قبل أن يلي الخلافة أو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل على امرأة من أحمس، وهي قبيلة من قبائل العرب يقال لها الأحمس وينسب إليها الأحمسي، وهي صامتة لا تتكلم، فقال: ما شأنها؟ قالوا: إنها حاجة، يعني كأنها تظن أن الحاج لا يتكلم. فنهاها رضي الله عنه عن ذلك، وقال: إن هذا من دين الجاهلية، هم الذين كانوا يتخذون هذه الأمور الصمت يتخذونه عبادة، يتخذون كما يأتي المكا والتصدية عبادة، فالجاهلية تتخذ أشياء على أنها عبادة وهي من شرع الشيطان وليست من شرع الرحمن، فمنها الصمت، فإن الله لم يأمرنا بالصمت في الحج، بل أمرنا بالذكر: اذكروا الله كثيرا، واذكروا الله في أيام معدودات، ويذكروا الله في أيام معلومات. فليس من شعائر الحج الصمت إلا عند أهل الجاهلية، لذلك نهاها، لأن هذا من إحياء سنة الجاهلية التي أمرنا بالابتعاد عنها.